اللاعب الصيني يدمر السيرفر عن طريق القنابل، يعني ما يواجه الناس بسلاح، فقط قنابل. تشوفون حتى أسلحة ما شايل، بس لو مرات يشيل قناص، بس هو قناص يعني المواجهات ما يفيد، يعني هي حرب حصير. كلها لو سلاح لو قناص، تشوفون كله عن طريق القنابل. يعني هالقد مو محترف، حاس نفسه إنه 100% يقتلهم، كله عن طريق القنابل. تشوفون كله تيامة، تيم ورا تيم. شوف شوف شوف. طيب. كل 4 4 3 3 يعني لاعب مستشفى يحرق بابا 4. طبعا والله العظيم يا شباب الشغله مستحيله. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوني لايك 4 بابا. هاي 4 يمكن 4 4 3 لا 3 هذا ما يعرف يلعب بوت. هاي 4 شلون اقعد هناك يعني الشباب يعني شيء شيء الناس الشكشي كله هناك. طبعا اللاعب الصيني يفرق عن اللاعب الصيني المحترف، يعني لاعب صيني ثاني بس عن طريق قنابل.